أرنوب ارسم لنا. هيا نتعلم كيف نرسم أشياء جميلة بهذا القلم. أرنوب الرسام. نرسم شكلا ونضيف لونا فيصبح حقيقة. هل هذا ممكن؟ أرنوب الرسام. ابدأ على مهل، إنه شيء سهل، بقلم وورقة هذا هو الحل. أرنوب الرسام. أرنوب ارسم لي ضربانا. دورك يا أرنوب. مرحبا يا أرنوب. مرحبا يا قوم. مرحبا يا أصدقاء. إننا نلعب بالكرات وأنا الرابحة. لن تظل الرابحة. لا، دخلت الكرة في الكهف. الظلام دامس في الداخل. هل من أحد؟ مرحبا، اسمي أرنوب. استعادتها فيجب أن نجد طريقة لإخراج الذي في الداخل. عندي فكرة، انتظريني سأعود. مرحبا. عد، سأرسم ضريبانا. ضريبان؟ لما اخترته؟ سترين. سنبدأ برسم رأس صغير مع نتوء صغير هنا، ونرسم أذنيه المدورتين هكذا. وأنا سأرسم العينين والأنف والفم. أحسنت يوكو. والآن نرسم انحناءة كبيرة لظهره ونكمل الخط لرسم ذيله الطويل. والآن يوكو تنقصه الأرجل. أنا أرسمها، لكن نحتاج إلى الرقبة. نرسم رجلا كحذاء صغير، وأخرى وخطا للبطن، ورجلين خلفيتين. انتهيت. لا يوكو، لقد نسيت شيئا. إنهما الشاربان. أحسنتم يا أصدقاء. والآن حان وقت التلوين. سألونه بالبني، وسألون الرأس بالأبيض. وأخيرا نضع له قناعا حول عينيه. لطيف جدا هذا الضريبان. أدعى ضريبان، أنا عميلكم السري، اتصلوا بي إن أردتم مساعدة. ما هي المهمة؟ أضعنا كرة في هذا الكهف، لكن أحدا ما في الداخل لا يسمح لنا بالدخول. أيمكنك إخافته برائحتك؟ كيف يمكنه فعل ذلك برائحته؟ عندما نشعر بخطر نبعث برائحة كريهة جدا، وهي التي تبعد الأعداء. هذا ظريف جدا ضريبان. إذن تدخل إلى الكهف، تخاف، تبعث برائحتك فيخرج الغريب. هذا يتوقف على مدى فعاليتها، أما أنا فلست محظوظا. رائحتي ليست كريهة من جهتي. هذه مهمة مستحيلة. ماذا سنفعل يا أرنوب؟ لا تقلقي يوكو، عندي فكرة. لرسم ضريبان نبدأ برسم الرأس الصغير، ثم نرسم أذنين مستديرتين. لا تنسوا العينين والأنف والفم. نرسم الرقبة وانحناءة للظهر، ثم نرسم ذيلا طويلا، ثم نعود إلى الأمام لرسم خط ننهي به الرقبة. نرسم
نرسم الرجلين الأماميتين كحذائين وخطا للبطن، ولم يبقى سوى الرجلين الخلفيتين. ولا تنسوا الشاربين. والآن يمكنكم تلوينه بألوانكم المفضلة. وأخيرا نرسم قناعا حول العينين. هل أنت خائفة؟ خائفة؟ خائفة أكثر من الجميع. هل من خطر هنا؟ والآن يا أصدقاء، إن أردتم رسم ضربان فافعلوا. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء يا أرنوب. إلى اللقاء يوكو.